التسبيح بالسبحة يا فضيلة الشيخ ما حكمها؟ إذا اعتقد أن السبحة فيها فضل فهذا بدعة أما إذا اتخذها من باب عد التسبيح وإحصاء التسبيح والتكبير والتهليل كما يتخذ الحصى وكما يسبح بأصابعه فهذا أمر مباح نعم ولا شك أن تركها أحسن لأن فيها تشبها بالصوفية الذين يعتبرون اتخاذ السبحة من من شعار العبادة نعم